اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ستارت اب. ستارت اب اليوم حصة سبيسيال بالكواليس برنامج سيسبورت بلوس للاعلامي بديع بنجامان. خلينا نشوف الكواليس ونشوف بديع شوفول وكابتن خالد وكل الفريق. شوفوا اخر التفاصيل والكواليس في هذا الربورتاج. قيس او قادر يكون في الميكرو. مرحبا. ها انا عمي كيف بنجي بدي على المساء الاخيره. هاك تشوف الحاله لما نجريو. او قيس مرحبا سي قيس. السلام عليكم. كلمة صوتها تقول لبديع بن جمع. نقول له بون فون بون كوراج، يسحق كل خير. إن شاء الله احنا موجودين هنا باش نعاونوه، وإن شاء الله المهم البرودوي يعجب الناس، سي لو بلوز امبورتون. بديع نعرف أولا كوجه إعلامي بيرسون، ولكن تعرف عليا عن قرب مع صديق مشترك شهاب الرئيس. دونك يعجبني معناها في طريقة التقديم، يعجبني في المعرفة الكبيرة اللي عنده في عالم كرة القدم، عنده حضور كبير برشا على الشاشة. نعتقد أن هذا سيكون من أسباب نجاحه في المستقبل. شو تحب تكون بديع؟ بون شونس بديع، وإن شاء الله دائما نتألق وديما فرونسي ديما قدم قوي معلوماتك عن العالم الرياضة وعالم كرة القدم. دونك ولا عندك كل المراجع ولا دونك متأكد باش تنجم. مي أنا كنت أتوقع اللي بيه وقت مش يروح من قطر مش يلقى فيسا مش يلقى شكون مش يقول له معناه مش يلقى دي زفر مالوريزمون سيتي الكونتر. معناها مش بديع بركة، فما كفاءات طاعت متنية أو ضيعوها. وعصر هذا عصر رداء وليس كفاءة. اوكي؟ واتمنى له كل النجاح في هذه التجربة. تجربة في كارتاج ليش؟ وأنا متيقن أنه سيقطع لعب مكانه في المشهد السنة البصر. أتمنى له كل الخير والتوفيق. وتستاهل يا بديع كل الخير. بديع وبراس الكوبرسيون تاع ديريكت ديما سي بديع كورة لازم يجي الوقت بدل الزهر مغرورة بالكورة أنت؟ أول مرة نوتر شوية يعطيك الصحة. دونك خويا إيه توا صحيح نزلنا على المقام تاعها نزلنا نحن نسجلوا أهدافنا نكملوا في ساعتين خدمتنا. ليه كيزفر الباري حاجة ساعية هاي بيل تشانس بديع. ميرسي عايشة كمان. يوم الحلقة الثانية. شو فاهم اليوم؟ شكون الانفيتي؟ قيس والكابتن كالعادة سي محمد الجبيلي، وإن شاء الله باش يكون معنا زبير بهية ناجي بنيون فيكتور بنياس ومحمد عبد المطلب في كرة السلة ونيس لوني في مياه الشيخ روح معايا برشا حاجات إن شاء الله. مساء الخير عسلامتكم وين ما كنتم، مرحبا بكم في موعد رياضي جديد سي سبورت شوز العدد الثاني على كارتاج بلوز. يبدا التو مع الثنائي قيس اليعقوبي وخالد حسني، بل هذا نعطيكم فكره على برنامج ودليل الحسن باش تكون حاضر فيه كاس تونس الحدث المحلي الابرز الاسبوع هذا، قائمه المنتخب التونسي وعوده على استبدالات جديده من لاعبين ينشطوا في انديه كبيره كما اليونايتد وارسنال. كيف باش نرجعوا على الحدث الرياضي الابرز الكروي العالم.